حياكم الله في الفيديو الجديد. اليوم عندنا انبوكسينج لهواوي نوفا 3. هواوي الشركة اللي دخلت السوق والكل ما توقعت انها تاخد حيز في السوق، لكن يعني من قبل كم يوم سحبت البساط من ابل واصدرت هذا الجهاز وصارت المرتبة الثانية على العالم. مو بسبب هذا الجهاز، محافظ على البيئة وهو ريسايكلينج، يعني معاد تدويره. طيب نفتح الصندوق ونشوف ايش فيه، مع اني ما اتوقع فيه شيء مميز. نخلي الجوال على جنب، نحطه على جنب. اول شيء هيجي فيه الكيبل تايب سي، سماعة، وشاحن. لا شيء جديد. طيب هنا يجي عندنا القطعة اللي نفتح بيها محل الممري والكتيب اللي ما حد يديه اي اهتمام، ويجي معاه كفر، وهذا شيء جميل. بالذات انه الجهاز جديد فما راح نلاقي له كفرات في السوق. حامية الشاشة، وهذا شيء جميل. بالذات الاجهزة اللي جديدة في السوق ما نزل الاكسسوارات، هي الاولى انه الشركة تنزل اكسسوارات مع اصدار الجهاز، ولكن هذا الكلام ما يصير الا في شركات بسيطة. فهذا شيء جميل انه جايبين كفر وشاشة. نسيب كل شيء ونروح للجوال. طيب نيجي للشكل الخارجي، زي ما انتم شايفين لون السماوي. الموجود عندنا حاليا في السوق السعودي 3 ألوان، اسود والبنفسجي والازرق. برا شفت احمر وشفت ذهبي، بس ما ادري، اتوقع في الصين. فزي ما انتم شايفين من تحت يجي فتحة السماعة والشاحن والسبيكر، في مايك صغير. من الجهة اليسار في زر الباور وزر رفع او خفض الصوت. من فوق يجي مايك اتوقع للتصوير او شيء زي كذا. ومن الجهة اليسار يجي منفذ لشريحتين او شريحة ممري. قدام في كاميرتين وفي مستشعرين وفي السماعة، وفي جنب السماعة انارة خفيفة للتنبيهات للشحن الى اخره. ما شاء الله البصمة سريعة. طيب خلينا نتكلم عن الجوال بشكل مختصر. الجوال يحمل نفس المعالج. طبعا الناس الغير تقنيين فما راح يهمهم الكلام ده، لكن الناس التقنيين يهمهم الشيء ده اللي هي الارقام والقدرات والى اخره. الجوال يعتبر عنده اقوى معالج شركة هواوي، نفس اللي عند الاخ الاكبر اللي البي 20. بالنسبة للكاميرا 4K، بالنسبة للشاشة فول اتش دي، ممكن توصل ل 2K، بس ماني عارف ليش الشاشة ما خلوها 4K. طالما تصور 4K المفروض الشاشة تكون 4K، فكنت افضل انها تتوافق الشاشة مع الكاميرا. بالنسبة للبطارية، الجوال يملك بطارية جيدة 3750، فشيء هذا مرة شيء كويس. وغير كده انها تدعم الشاحن السريع فيشحن الجوال. ما جربته انا، يعني لسه ما له يومين معايا، اقل من ساعتين الجوال ينشحن فل او اقل. بالنسبة للكاميرات، الجوال يحمل 4 كاميرات، 2 خلفية و2 أمامية، بدقة 24 ميجا بكسل. طبعا فيها خاصية فتح القفل على الوجه، يعني تحط وجهك الجوال وينفتح، فجربتها شيء مرة كويس. لا ننسى انه جوال متوسط ويجيب هذه القدرات كلها، فهذا شيء كويس. بالنسبة للشاشة 6.3، حوافها قليل زي ما انتم شايفين. الذاكرة 128 و4 جيجا للذاكرة العشوائية، واتوقع هذا هو الشيء اللي بارز في الجوال. بكل بساطة هذا جوال هواوي نوفا 3 للفئة المتوسطة، هي افضل شيء في الفئة المتوسطة. زي ما قلت لكم شركة هواوي داخل السوق بقوة، اول ما بدأت ما كان احد يعرفها، دحين من ثاني اقوى شركة مبيعة في مجال الجوالات. واي احد عنده اي سؤال يتفضل. الله يحييكم. الكاميرا ما راح اجربها في هذا الفيديو، لانه راح اسوي فلوج كامل حجرب جميع امكانيات الكاميرا، من صور، من فيديو، من اي حاجة راح اجربها. اللي مو مشترك في القناة يشترك ويفعل زر التنبيه عشان اول ما انزل الفلوج تكونوا موجودين وتشوفوه. كان معاكم باسم، والسلام عليكم.